السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله أموركم تمام والأهل كويسين، وإن شاء الله الله بجيبكم الخير بكل أنواعه، مالياً، نفسياً، اجتماعياً، اقتصادياً، أخلاقياً، طبخياً. يلا يعطيكم ألف عافية، يجيبكم الخير إلكم، الله يجيبكم الخير إلكم قبل ما يجيب لنا، وإن شاء الله الله يخليكم دائماً متطورين بكل المجالات، والله يحفظكم ويقويكم ويحميكم، وإن شاء الله إحنا مع بعض دنيا وآخرة. دائما العادات الكويسة لازم نكثر منها، والعادات السيئة بالتدريج شوي شوي نحاول نشيلها. مش غلط واحد يكون عنده عادات سيئة، أولهم أنا أكثر واحد عندي عادات سيئة، بس الغلط انه واحد يستمر فيها مدة طويلة. احنا بنشوف الشغلات الكويسة في كل انسان، ونحترم افكار كل الناس، وهدفنا النهائي هو الحصول على رضا الله. مهما عملنا شغلات، لا المدير ولا الادارة ولا الاهل ولا الاصحاب راضين عنا مهما عملنا، بس اهم شيء ربنا راضي، وان شاء الله شوي شوي الامور كلها بتصير، والله يجيبكم الخير لكم. يعطيكم الف عافيه، مع السلامه.